خير إن شاء الله حفيدي. يا ترى أنت استغربت لما شفتني ولا شو الموضوع؟ استغربت، ما توقعت أنه شخص مثلك يتصرف بقلة احتياط لهالدرجة. هاي تصرف منيح أنك تجي لهون فجأة. ما بخطي ولا خطوة بدون ما أخذ احتياطاتي، فلا تقلق. أنا كنت طالع بس، بما أنك تعبتي حالك وجيتي، تفضل خليني ضيفك قهوة. ما أجيت مشان أشرب القهوة عندك، أنا أجيت مشان وضعك. ضبيت أغراضك؟ ما فهمت، ليش أضب أغراضي؟ رح تروح من هون، محمود حجز لك تذكرة الطيارة، ما عندك وقت تضيعه، يلا استعجل. حتى لو ما كانت عزيزة أصلاني اللي ربتني، بس دمه هو اللي عم يمشي بشرعي، وأنا مثلك ما بحب أني نحط تحت الأمر الواقع يا ستي. مثل ما قلت لك هداك اليوم، أنا ما رح أترككم لحالكم وروح. أنت مجبور تروح يا حفيدي، لأنه ما منعرف شو هي ألاعيب عيلة شاد أوغلو، وحياتك أغلى من أي شيء بالنسبة إلي. ما بسمح لك بالمخاطرة بحياتك أبدا. أنا حكيت اللي عندي، مستحيل أترك عيلتي بنص الحرب وروح على مكان بعيد. هالموضوع تسكر للأبد يا ستي، ما بتقدري تساوي أي شيء لتخليني غير رأيي. يعني عم تعارضني مو هيك؟ لا أنا ما عم بعارضك، بس بدي أكون جنبك. ماشي يا حفيدي، أنا حكيت يلي عندي وسمعت يلي بدي أسمعه. إن شاء الله يكون خير يا أصلان. فهمتي ليش لازم نكون منتبهين وحذرين كتير يا أمي؟ قبل أنه يروح؟ لا ما قبل يروح، بس نحن رح نبعته يا محمود. تعرف شو رح تساوي بهاي؟ إذا قال شاد أوغلو عرفوا أنه أصلان بيك سواها، ما رح يحاولوا أنه يؤذوه؟ يمكن يحاولوا أنه يأذوه، بس مستحيل يفكروا أنه يقتلوه، يعني بس رح يحاسبوه. وأساساً هذا الشيء اللي نحن بدنا إياه، خليهم يخوفوا أصلان شوي، وهيك بينجبر أنه يروح من هون ويساوي يلي طلبته منه. مثل ما بدك يا خان. أنت بدك تضل هون، بس ميران رح يضل، وأنت يلي رح تروح يا أصلان، ما في حل تاني.